خديجة الرميشي حارسة مرمى الجيش الملكي وحارسة المنتخب الوطني النسوي. دابا انا مع الجيش الملكي 6 سنوات، حصلنا على عدة ألقاب، كأس العرش والبطولة الوطنية، وكنشوف هاد التجربة هادي بادرة طيبة باش حنا نشوفوا هاد البنات اللي مهم. انا كنقول مهمشين لحقاش، ما كاينش بزاف الامكانيات، ضروري خاصها تكون عدة امكانيات باش حنا نطلعوا من المستوى ديال الفرق النسوية، باش حنا نوليو نلعبوا على الصعيد الدولي، لما لا الصعيد الافريقي، ما نبقاوش غير منحاصرين في الكرة المغربية فقط. هي شخصية ديالي في التيران، ضروري أن أي واحد تكون عنده شخصية في التيران. أنا شخصية ديالي خصوصا أنني حارسة مرمى، ضروري ما نبقى ننبه في المدافعات وننبه فيهم باش يبقاو مركزين في الماتش. داكشي علاش كنبان كنغوت وكنبان كندافع بزاف، هو فقط العمل ديالي في التيران فقط. كما قلت لك باقي التهميش، باقي كرة نسوية باقا ما وصلاش لواحد المستوى، باقي ما كاينش امكانيات، خاص اي فرق يبقاو يترينيو البنات مزيان ويدعموهم مزيان باش يوصلوا واحد النيفو، باش على الاقل ما يكونش داك السكور 15 ولا 17 ولا 20، يكون السكور يكون على الاقل قليل، ماشي بحال بهذيك النتيجه، حيت كاينين البنات اللي ما كيترينيوش، كيلعبوا من الماتش للماتش، ما يمكنش انهم يسايروا معنا حنايا اللي كنترينيو السيمانه كامله. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.